صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. اليوم الموعد عن مقابلة لمؤجلة من الجولة الثانية من البطولة في مجموعتها الأولى لأربعة ونص في الأولمبي سوسة. النجم الرياضي الساحلي يستقبل الاتحاد الرياضي ببنقردان. المقابلة هذه يزفر الحكم جلال السحباني. بالنسبة للمقابلة المؤجلة من نفس الجولة ونفس المجموعة، غدوة الأربعة ونص الملعب التونسي ضد الأولمبي البيجي، تم تعيين الحكم أيمن النصري لإدارة المقابلة هذه. إذا تلعبت المقابلة علاش؟ لأن وفد الأولمبي البيجي وبعد مباراة أبو سليم الليبي نهارة الأحد والانسحاب من كاس الكاف، ما زال الوفد موجود في مصر والملعبية يرجعوا لتونس كان اليوم في آخر الليل، والمقابلة مبرمجة غدوة لأربعة ونص نتاع العشية. وإدارة الأولمبي البيجي طلبت من الرابطة تأجيل المقابلة، الرابطة ما زالت ما جاوبتش الأولمبي البيجي. في نفس الوقت إدارة الملعب التونسي رافضة تأجيل المقابلة هذه، بما أن الفريق باش يتنقل في نهاية الأسبوع يواجه اتحاد بنقردان نهار الأحد لحساب الجولة الثالثة من البطولة. مادام حكينا على الملعب التونسي، إدارة الفريق مدت عقد متوسط الميدان حمزة الخضراوي لسنة إضافية، يعني حتى لجوان 2025. بعد القطيعة بالتراضي ما بين النادي البنزرتي والمدرب السربي راتكو دوستانيتش، ماهر الكنزاري هو الأقرب للإشراف على تدريب سيابي مؤقتا إلى حين التعاقد مع مدرب جديد. ماهر الكنزاري يشغل حاليا خطة مدير فني للشبان في النادي البنزرتي. بعد فسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي، متوسط الميدان صابر بوغرين وصل البارح للمغرب تمهيدا لتعاقده مع نادي الرجاء البيضاوي. بعد مغادرة بوغرين الأقرب لتعويضه في قائمة الترجي من الأجانب هو البرازيلي يان ساسي متوسط الميدان الهجومي. بالنسبة للمهاجم رودريغو رودريغيز، من المنتظر يخو مكان رياض بن عياد أو الأردني شرارة. الثنائي هذا رياض بن عياد وشرارة قاعدة تتفاوض مع إدارة الترجي الرياضي التونسي على فسخ العقد. متوسط الميدان الدفاع النيجيري موزيس أوركومار رجع للاتحاد الرياضي المنستيري وأمضى عقد لمدة زوز مواسم. تجربة هي الثانية لموزيس أوركومار مع الاتحاد الرياضي المنستيري بعد تجربة أولى ما بين 2019 و2020. إدارة مستقبل المرسى هددت بتقديم استقالة جماعية وباش تراسل الجامعة التونسية لكرة القدم والإدارة الوطنية للتحكيم، هذا احتجاجا على حكم مباراة الفريق اللي تلعبت نهارة الأحد ضد النادي الصفاقسي. نجم المتلوي انهزم البارح في مقابلة ودية ضد اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 3-0. أونس جابر تبدأ اليوم مشاركتها في اليوس أوبن دورة الولايات المتحدة الأمريكية، رابعة دورات الأربعة الكبرى في نحكي على جرون شليم. أونس تلعب اليوم مع الأربعة متاع العشية ضد كاميلا أوسوريو المصنفة 68 عالميا اللعبة الكولومبية. نذكر أنه أونس جابر لعبت العام الفات نهائي دورة اليوس أوبن. أبرز المباريات البارح خارج تونس، في إسبانيا خيتافي ربح ألافيس 1-0، رايو فاليكانو خسر ضد أتلتيكو مدريد 3-0 في البطولة الإسبانية. في البطولة الإيطالية كالياري خسر ضد لينتر 2-0، وفي البطولة السعودية الهلال ربح الاتفاق 2-0، والوحدة خسر ضد الاتحاد 3-0. المقابلة هذه غادر كريم بنزيما، غادر فريق تشكيلة فريق الاتحاد مصاب في الشوط الأول من المقابلة، و شكوك بخصوص جاهزيته ومشاركته في المقابلة القادمة للفريق اللي بيجتمعوا بالهلال. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أحسن رفيق في أحلى صباح.